السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع مدرسة طلائع الكمال الخاصة، النهاردة هنبدأ مع بعض درس من دروس النحو لمرحلة الصف الرابع الابتدائي. هنبدأ الدرس بتاعنا النهاردة الجملة الفعلية. عايزين نعرف ايه هي الجملة الفعلية؟ هي الجملة التي تبدأ بفعل، لازم تكون بدايتها فعل. الجملة دي يا ولاد ليها مكونين أساسيين، المكونين دول هما الفعل والفعل. أيوة، يبقى الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل ولها ركنان أساسيان هما الفعل والفعل. تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الفعل وبعدين نشوف ايه هو الفعل. الفعل، الفعل هو ما دل على حدث معين، هذا الحدث بيحدث في زمن معين. نجد أن للفعل أنواع. الفعل بينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول بيكون فعل ماضي مثل كتب، قرأ، جلس. النوع الثاني هو فعل مضارع مثل يكتب، يقرأ، يجلس. طبعا احنا ملاحظين الفرق في طريقة الكتابة والنطق للفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الثالث والأخير فعل أمر مثل اكتب، اقرأ، اجلس. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفاعل. ايه هو الفاعل؟ الفاعل نجد دايما ان الفعل ده بيكون موجود عشان يبين حدوث الفعل. يأتي الفاعل على صور، ممكن تكون الصورة التي يأتي عليها الفاعل بتكون صورة مفردة مثل كلمة معلم مثلا، أو يأتي على هيئة مثنى مثل معلمان، أو على هيئة جمع مثل معلمون. يبقى نجد أن الفاعل يأتي على صورة، الصورة ممكن تكون مفرد أو مثنى أو جمع. أمثلة متنوعة على الجملة الفعلية، إزاي نكتشف الجملة الفعلية؟ لابد أن احنا نقرأ أول مثال كده ونقول شرح المعلم الدرس. نجد أن كلمة شرح هنا هي الفعل والمعلم هو من فعل هذا الفعل، يبقى المعلم هنا إيه؟ الفاعل. برافو عليكم أعزائي الطلاب. الجملة الثانية يذهب الفلاح إلى الحقل. يذهب فعل، فعل ايه نوعه ايه يا ولاد؟ ده فعل مضارع. برافو، كويسين جدا. الفاعل هنا هو الفلاح، من الذي فعل الفعل يا ولاد؟ الفلاح. طيب نيجي للجملة الثالثة، اجتهد في عمل. اجتهد بديك فعل، والفعل هنا فعل امر. طب انا مش شايف هنا الفعل، الفعل هنا مع الفعل الامر في الجملة دي، الفعل ضميره مستتر تقديره انت، بأمرك انت ان تجتهد في عملك. دلوقتي مع بعض هناخد تدريبات على الجملة الفعلية. أكمل بفعل مناسب، يذهب أحرز قم. السؤال الأول، نقط أحمد إلى المدرسة. الإجابة يذهب أحمد إلى المدرسة، والفعل هنا نوعه مضارع. برافو. الجملة الثانية، اللاعب هدفا. أحرز، بارك الله فيكم، أحرز اللاعب هدفا. الجملة الثالثة، قم للصلاة. بارك الله فيكم أعزائي الطلاب. ننتقل إلى النوع الثاني من الأمثلة، أكمل بفاعل مناسب. عندي جملة بتقول كتب نقط الدرس. كتب ده فعل، مين اللي كتب الدرس؟ اسأل بمن؟ ها، مين يا ولاد؟ التلميذ. برافو. الجملة الثانية، يحكم نقط بالعدل. يحكم فعل مضارع، مين بقى اللي هيحكم هنا؟ القاضي اللي قدامي بالعدل.